وينضم معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الرقابة المالية تقول إن مؤسسات الدولة ستتوقف من الناحية القانونية في نهاية شهر حزيران الحالي، ماذا يعني هذا عمليا؟ صراحة حياك الله أخي، أيضا قناة المباركة الشريفة إن شاء الله. حياك نعم الله. قد تتوقع بالتأكيد لأسباب دستورية رقم واحد، ولأسباب معروفة باعتبار أن هناك مواقيت معينة، ولكن حقيقة الأمر لأن الأمور في العراق غير منضبطة بالمرة، ويمكن الإنقلاب ويمكن التحايل ويمكن الالتفاف عليها بشكل أو بآخر، ولكن تتصور أن هذا الالتفاف القادم سيزيد الأمور تعقيدا، هناك سبب مضافا لحراك اوسع باذن الله، لان الشعب بدا يتكبر ان يتحرك باتجاه الذي يؤمن فعاليه شعبيه عامه على شيء ايجابي يحصل. طيب، من المسؤول عن ايصال الامور ها هنا، وكيف يمكن لعمليه سياسيه ان تمضي بهذا الحجم من الصراعات والفشل؟ يعني هل لدى حكومه عادل عبد المهدي اي تبرير لذلك؟ بالتأكيد لا يملك، أما من الذي دفع الأمور هكذا؟ هي الأمور تفتح هكذا لأن الجميع ليس للعراق شيء في ذلك، وبالتالي ليس هناك العراق واحد اثنين، نسبة الفساد ونسبة ما تعود عليه الفاسدون من واردات مالية تلكأت مسكين إلى حد معين بسبب خلل مالية، لذلك أصبح هناك الخلاف كبير بين العناصر في العراق. الشيء الاخر ان القوى فاعله في العمليه السياسيه تضغط باتجاه زياده انحياز العراق الى جانب ايران، وعلى ما يبدو الى حد معين عبد المهدي يحاول ان يكون في الوسط وليس في الثاني بذلك، لذلك هذه المجموعه تطلع باتجاه عرقله تغير الامور وقد يذهب بالاتجاه الذي يذهبون اليه من التغييرات. حكومة عادل عبد المهدي فشلت في كافة النواحي، وأنتم تشيرون إلى أنها من الناحية القانونية شبه ميتة، لكن هنالك إجماع على عادل عبد المهدي داخل العملية أو ما تسمى بالعملية السياسية. إلى أي مدى أثبت هذا وجود أجندات خارجية تحكم قراراتها وتبعيتها لها؟ الأجندات الخارجية متحكمة بالشأن العراقي 100% منذ الثلاثة، وليس لا يوجد هناك اي مسؤول عراقي مهما كان مسماه ان يقيم اراده مستقله بالمره، حتى الولايات الذين يدعون انهم استحقوا خروج العمليه السياسيه وخروج الاحزاب الدينيه المذهبيه، لان الجميع قد سلم وقد استقر مع الجهات الاخرى. واحد الشيء الاخر ان الان الحراك الامريكي او الامريكي الايراني جعل من الضروره بما كان في حساب الطرفين أن يكون العراق موقف واضح من الصراع الأمريكي الإيراني، وبالتالي أمريكا تسعى باتجاه أن يكون العراق لصالحها، وإيران تسعى أن يكون العراق لصالحها، ولعل الموقف الذي حصل في مؤتمر مكة كان واضح امتياز عراقي إلى إيران، هذا الذي أتوقع هو بدء التراجع الدعم الحقيقي الأمريكي داخل الحكومة، وبالتالي هي عملية إنذار الحكومة بدأت منذ الموقف العراقي في مؤتمر طيب في ظل هذه التبعية إلى الخارج وخصوصا إلى إيران، يعني ألا تجدون أن العراق فقد شكله كدولة؟ يعني ضابط حكومي يقوم بعمله يعتقل ويهدد من قبل الميليشيات، ويجب عليه أن يطلب الصفح من القنصل الإيراني، هذا القنصل الذي تحكم أيضا بتشكيلة الرئاسات الثلاثة التي بمجملها كانت حليفة لإيران. هذا الذي انا اقوله، ايران جاي فقط يحاسب ضابط او يحاسب كذا، وهو المسؤول عن تعيين وزارات الصحه الثلاث يكون دقيقين، القنصل الامريكي والقنصل الايراني الى ما لم يتفقان على الحاله، ولكن كما قلت اكثر مره ان الان اللعبه تحت سيطره بين امريكا وبين ايران، فلم يعد هناك بالمجال ان تكون نوع من التسويات والتسويات المتبادله، الا ان هناك لعبه سريه تتحكم او تستوجب امر نصر بين قوسين طبعا الامريكي على ايران بالعراق او العكس بالعكس، وفي الحاله بالتاكيد العراق الخاسر سواء امريكا كان لها الغلبه او ايران كان لها الغلبه، الحق ان اتفق الاثنان على حساب العراق ارضا وشعبا وخيما.
طيب أمام هذا الفشل نحن أمام عملية انتخابات محلية. الانتخابات البرلمانية السابقة فشلت في استقطاب الجماهير إلى صناديق الاقتراع وحصلت فيها عمليات تزوير، واليوم هنالك أيضا عدم قبول أو عدم إقبال للناس على تحديث البيانات الانتخابية. إذا لماذا هذا التعويل على هذه الانتخابات؟ ما الفائدة منها؟ لا يمكن أن يكونوا على الساحة ينتقلوا هذه الصورة المهزلة للانتخابات، لذلك هم يعرضون عليها بأي شكل كان. اتخذ واحد فقط من كل عراقيين يعتبرونها نافذة، ولكن أنا أتوقع أن الخلافات الكبيرة بينهم اللي لا تسمح لهذا الانتخابات سواء مع حفظ الانتخابات ستكون المقاطعة كبيرة جدا، وسيتحرك كثير من العراقيين الشرفاء وأتمنى أن يكون أمامنا بالضبط من العملية الانتخابية العرجاء التي أتت به أي غيرات العراق، وبالتالي هم قد يدفعون بتأجيل الانتخابات وليس بإقامتها خشية أن تكون هناك نفذلة لا يمكن أن يتم تسويتها أو كسر ظروفها. أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك.